واحد لارتيكل سور فيسبوك يقول لك في واحد المجموعه يقول لك واش راكم مع البلغه، عذرا على الكلمه، البلغه والفلفل والهريسه واش راكم معاها؟ معناتها هذه هما الاشياء اللي لازم يليقوا مع الانسان. يعني انا عملت تعليق برافو تري بيان كل مون دي بونس كوم سا، والله جو سوي ديزولي. ما كانش بكري كانت هكذا نو، فين نروحوا للقديم؟ دقناهم كامل صح. بصح استاذه معليش، حنا رانا دوكا في مجتمع جزائري تري بيان، يعني كل نفهموا على بعضنا الهريسه يعني بالك انت يا تعرضت للهريسه انا يا والله ولا مره صح. شوفي عندي نقولها على العلنة 43 سنه في عمري، ولا مره تمسيت من عند الاب تاعي. الام كانت ابدا جامي. شوفي الام كانت منين داك ان شاء الله تسمح لي، والام منين داك كانت تضربنا فقط ضرب، ماشي الضرب تاع والله غير كي نكبروها كي نكتروها. مي ولا مره دقت واش مع تهريسه ولا فلفل ولا تعذبت ولا تخوفت. انا واحد التخويف. انا والله ندقت نو واش تخويف؟ معليش 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 بارك الله عليكم، لكن قولوا لي للدوك نشفع عليها نشفع نعم نشفع، ولكن بالمزحه يعني نقول لو كان ماشي هذاك الشيء الحمد لله. لا نو كاين طرق، كاين سبحان الله كاين، صدقني انه تجعل لنا دي كومبلكس، تجعل بعض العقد المخفيه اللي ما نعرفوهاش. اكيد هذه راني معاك فيها انا، لكن دوكا حنا كنقولوا مثلا الاولياء ما راهمش لكن كاين دوك اولياء راهم يشوفوا فينا يعني قراب لاولادهم يحضنوهم يبوسوهم، بصح تقول لك ولدي قبيح مالغري تو تلقى هايج. هضرنا يعني يمكن مش هذا هو المشكل، كاين مشاكل صحيه كاين مشاكل نفسيه، تكلمنا على فرط الحركه تكلمنا على صعوبه التعلم. انت قصدك الضرب المبرح اللي ممكن ياثر هذاك اللي نخبيوه؟ ما كاش ضرب حنانه، هي تقول حنانه ما كاش ضرب سبحان الله ما كاش ضرب، راك تتعامل مع انسان. هذا نديروه موضوع يعني الطفل كيفاش نقدروا نعاقبوه، هذا لازم نديروه موضوع. هذا راح يكون موضوع الاسبوع القادم.